يبدو أن نبضها ابتدى يعود تدريجيا إلى حالته الطبيعية. هل اجتازت مرحلة الخطر؟ لا. هناك نصف ساعة بعد، النصف الساعة الحاسمة. إنها غلطتي. وصولي السريع إليها بعد أخذها المستحضر بسبع دقائق فقط، ونقلها إلى هذا المصح مما ساعد على إنقاذها. منذ أربع ساعات وأنت تعمل المستحيل لإنقاذها. لو قدر لهذه الغلطة إزهاق روح بريئة لما استطعت العيش هانئ البال طوال عمري. أنت رجل طيب يا سيد. والدة ريما في الخارج تلح في الدخول لمشاهدة ابنتها. يمنع الدخول لأي كان. لماذا؟ إنها ما زلنا نواصل جهودنا. أخرج أيها السيد. المفروض قلت لك نريد هدوءا. أخرج. إلحاح الناس لا يرحم. إنه قلب الأم يا سيد. ها؟ أنت تعرف آلها؟ أجل. هل الفتاة وحيدتهم؟ إنها وحيدة بالنسبة إلي على الأقل. بالنسبة لك؟ أجل. عفوا، هل هي قريبتك؟ بل هي خطيبتي. إلى متى ننتظر؟ إلى متى؟ أريد رؤية ابنتي ليفسح لي المجال. اهدأي أيتها السيدة. لم أعد أحتمل الانتظار. كلفني الدكتور سامر تطمينك. يا الدكتور سامر، الدكتور سامر، لا تسمعني. كل هذا الذي جرى بسببه كان بسببه. أيتها السيدة، ألا يكفي ما نحن فيه؟ أعرف جيدا هذا النوع من الشباب. أخذ عن أوروبا كل ما لا يتفق مع حياتنا. اخفضي صوتك. دعني أتصرف. إننا في مصح. لا أستطيع الانتظار أكثر. لا أستطيع. سأقتحم الباب. ما هي النتيجة؟ هدوء يا سيدتي، هدوء. هل ستعيش؟ أجل. ستعيش. زال عنها الخطر؟ حقا زال عنها الخطر. اهدأ يا سيدتي، ما قلت لك. يا رب. ماذا جرى لي؟ ريما، لا تخافي، حادث تسمم بسيط قد زال الآن والحمد لله، وأصبحت بحالة جيدة. حقا؟ ريما، كنت أريد أن أخبرك أمرا، ولكن قد يكون الظرف غير مناسب الآن. لا أريدك أن تخبرني أي شيء. كنت أريد أن أخبرك لماذا تخلفت عن المجيء يوم أمس. لن أسألك لماذا لم تأتي حسب المواد. لن أسألك لماذا صممت الرحيل فجأة دون كلمة.
سلامتي. نحمد الله، نحمد الله على سلامتك أمي. أرجو التخفيف عنها يا سيدتي. وحدنا يا دكتور؟ أكلمك كطبيب؟ أكلمك كأم. على كل حال، ليس هنا بالمكان الصالح للمناقشة يا سيدتي. وهل بقي من مجال للمناقشة؟ أمي ابتعد، ابتعد عنها من أجلها وأجلنا. أرجوك، أرجوك. سيدي. نعم. السيدة ليلى ترجوك باستدعاء الطبيب إليها. سلمتها الدواء؟ أجل، ولكن طرأت حادثة جديدة. لا لا، لأختها نادية. أختها نادية؟ العرق البارد يتصبب من جسمها وحرارتها مرتفعة، يخشى من أن تكون حالة حمى. ولما لا تذهب فورا وتستدعي لها طبيب المدينة؟ ذهبت ولكني لم أجده، ذهب لمعاينة مريض في قرية مجاورة. إذا ماذا أفعل؟ لما لا تستدعي لها الطبيب الجديد؟ تقصد الدكتور سامر؟ أجل، إنه لا يعمل. إنها حالة طارئة، بإمكانك إقناعه. السيدة ليلى قريبتك. حسنا حسنا، سأحاول. ابقى هنا لأذهب إليه، ربما أقنعه. سامر، سامر، ألست سامر ابن المرحوم صالح؟ أجل، أما عرفتني؟ أنا عادل. عادل، قبل 10 سنوات كنت شريكا لوالدك في الأرض. السيد عادل، ماذا تفعل هنا؟ جئت إلى هذه المدينة لبعض الاستشارات الطبية. طبيب المدينة صديقي وأنا أنتظر عودته. ما هو مرضك؟ لست مريضا تماما، ولكني اعتدت دائما على الحذر. كم كنت صغيرا في تلك الأيام، لكني ما زلت أحتفظ جيدا بملامحك. ولكني زدت طولا عن تلك الأيام. بالفعل، كم يسعدني لقاؤك. قيل لي بأنك أصبحت طبيبا. أجل، متى عدت من أوروبا؟ منذ أيام قلائل. أتعمل هنا؟ لا لا لا، أنا في طريقي إلى بلدنا، ولكن ظروف الحرب هي التي منعتني من متابعة الطريق. لا أنصحك بالسفر حاليا. لماذا؟ لأن الحرب حصدت سنابل الفرح وتركت عيدان بؤسها. بل سأعود، أرتب كل شيء لأعود. اليوم بالذات؟ أو ربما غدا مع أول عربة مسافرة. لا أدري إذا كان عمك قد باع أرضكم وبيتكم. علمت بأنه سيهاجر هو الآخر. باع أرضنا وبيتنا؟ عفوا، عدم المؤاخذة، ريما وحدها في غرفتها تطلب مقابلتك من جديد. حسنا، أستأذن. دعنا نراك، لا تسافر قبل أن تراني. حاضر.
عفوا، الدكتور سامر هنا؟ إنه في غرفة المريضة. أريده لأجل مساعدة امرأة تمر بحالة خطيرة. في هذه الغرفة أيضا فتاة تمر بحالة خطيرة. إذا كانت كلمات أمي قد أغضبتك، فهي كلمات أم تريد السعادة لابنتها. بإمكانك أن ترحل، بإمكانك أن تتركني يا سامر. ولكن ثق، لا الزمن ولا الغياب بإمكانهما أن ينسياني، لأنه لن يكون لنا بعد اليوم موعد لقاء. بل سيكون لنا موعد زفاف جميل. دقات الريحان ستكون على ثيابنا وفي شعرك. الصبايا ستنثر علينا أوراق الورد. سامر، وسيكون لنا أطفالا أشد تألقا من ضياء الفجر. كم الحياة بطيئة وكم الأمل عنيف، وكم أنت أحيانا مجنونة. مجنونة؟ طبعا، لأنك تسمحين لهذه الأفكار بالدخول إلى رأسك. تخلفك عن المجيء أدخلني عالم الخوف، أخاف غيابك. هناك حالات طارئة هي التي منعتني من المجيء. ما هي؟ على أي حال، ربما حالتك النفسية لا تسمح لي بإخبارك الآن. بل أرغب في سماعها. والآن عفوا، آسف لإزعاجكما، إلا أن هناك حالة خطيرة لإحدى قريباتي، ولا يوجد الآن سواك في المدينة دكتور، أرجو المعذرة. أين هي المريضة؟ في قصر السيدة ليلى. حسنا، أنسة نادية، لقد وصل الطبيب. من استدعى الطبيب؟ أنا لا أريده، لا أريده. أين نادية؟ دخلت غرفتها يا سيدي. تفضل دكتور. شكرا. جاء الطبيب؟ عفوا سيدة ليلى، تفضل. أرجو أن لا يكون تأخرنا قد أزعجك. طبيب المدينة غائب عنها. اتصلت بطبيب شاب يمر صدفة بالمدينة. كيف حال نادية؟ لا أدري إذا كان مرضها يستدعي حضور طبيب. إذن لماذا طلبت مني إحضار الطبيب؟ من أجل الاطمئنان فقط، مع أني متأكدة من أن حالتها ناتجة عن قلق وخوف نفسي. قلق
وخوف نفسي. لماذا؟ لأنها منذ سنتين وهي تعتني بتربية عصفور في قفص، كانت تجد فيه السلوى والوليف والصديق، واليوم بينما كان الخادم ينظف القفص طار العصفور وغاب، وبعد ساعات رجع ليغط على شجرة قرب البيت كأنه يطلب الرجوع إلى منفاه، لكن طلقة بندقية صياد قتلته وسقط عن الغصن مثل ورقة شتائية. وهل هذا يستدعي إحضار طبيب؟ أجل، كانت نادية تجد فيه عزاءها الوحيد بعدما كانت الناس تبتعد عن مصادقتها. أمر غريب. الوحدة، شعور الوحدة أقسى مرض يسكن فينا. وهل كانت تجد السعادة من خلال عصفور صغير؟ السعادة، إنها عصفور، فراشة، أحيانا في صيحة ديك. أهلا، عفوا، أعرفك يا صديق الدكتور سامر بسيدة المكان ليلى. على كل حال مرضها ليس بخطير، إنه الإرهاق، يلزمها نوع من الدواء المهدئ. من تكون السيدة ليلى صاحبة القصر؟ السيدة ليلى عرفتها. هل هي متزوجة؟ تزوجت 3 مرات. 3 مرات؟ تزوجت للمرة الأولى مليونيرا كبيرا في السن، ولكنه مات بعد أن ترك لها القصر الذي تسكنه، ثم تزوجت للمرة الثانية بشاب يصغرها في العمر فمات في حادث قطار. أما زوجها الثالث فهو أحد التجار الأثرياء، تزوجها ليضم ثروته إلى ثروتها، ولكنه وقع ضحية عصابة من اللصوص أثناء إحدى رحلاته التجارية ومات. 3 مرات؟ تزوجت 3 مرات؟ وما زالت مرشحة للزواج. أيعقل هذا؟ تأخر سامر. سامر؟ أين هو؟ ذهب لعندها، لا شك هي تمثل المرض، تحاول اصطيادة، إنها سبب تغيره وشروده الدائم. حين يعود سأحطم كل شيء على رأسه. ماذا يجري هنا؟ أين كنت؟ في منزل السيدة ليلى. ما بها؟ ما بها؟ مريضة. أرجو ألا نحضر جنازتها عن قريب. أرجو ذلك. أرجو ألا تكون زياراتك لي إتماما لواجب، فأنا لا أملك أي شيء أهبه لك، بينما هي تملك كل شيء. ريما، عد إليها يا دكتور، عد إليها. سعيد، سعيد. نعم سيدتي. اذهب فورا واستدع الدكتور سامر. عفوا، الآن سنادية تحسنت حالتها وتركت المنزل لتقوم بنزهة إلى الخارج. بل إني أطلبه من أجلي أنا. وهل أنت مريضة؟ نعم مريضة. حسنا، سأذهب حالا. أعرف سبب انفعالك، أعرفه وأقدره. أعصابك أصبحت كعواد الكبريت قابلة دائما للاشتعال. ربما. ريما، عيناك تصبح أكثر صفاء،
عندما تتألق فيه مادمع. الطبيب يأمرك باستئناف الراحة، الطبيب يأمرك بالابتسامة، والآن أجد أنها مناسبة لأخبرك. منذ يومين تلقيت رسالة من بلدنا يخبرني فيها عمي أن أمي قد ماتت. ماتت؟ ماتت، لهذا تخلفت عن المجيء حسب الموعد، لهذا رفضت مقابلة أي إنسان. عشت في أزمة حادة، لولاك أنت لكنت سافرت منذ استلام الرسالة. إني أفهم شعورك يا سامر، وأعرف كم تحب أمك. والآن بعد أن عادت إليك عافيتك، إنني مصمم على الرحيل غدا. غدا؟ أجل، لم يعد من الممكن الانتظار، يجب أن أكون هناك. إذن سترحل غدا؟ أجل سأرحل، ولكن لن يطول غيابي أكثر من أسبوع أو أسبوعين على الأكثر. ربما أستطيع منع بيع مزارعنا. ومن سيبيع مزارعكم؟ أخبرني قادم من هناك أن عمي يحاول بيع ما نمله والهجرة تخلصا من مأساة الحرب. ما أقسى حنان الأوطان المهجورة، بل ما أقسى الحياة حين تصبح الأوطان حبا محرما. لا شك أنه البرد يا سيدتي، البرد هو سبب كل علة. ألم تجد الدكتور سامر؟ قصدته إلى النازل كما أمرتني وتركت له خبرا. ألم ترجع نادية من مزادها؟ لا. مساء الخير. مساء الخير سيدي، تفضل. وصل الدكتور سامي سيدتي. ليتفضل. السيدة تنتظرك. مساء الخير. اعذرني لا أستطيع الوقوف، أشعر بدوار حاد. لا بأس، لا تجهدي نفسك بالوقوف. تفضل يا. شكرا. هل تشعرين بألم؟ لا، لا أشعر بأي ألم، فقط أشعر بدوار وتلازمني الأوهام السوداء. أشعر كأنها تكاد تبتلعني. ربما كنت بحاجة إلى طبيب أعصاب أو إلى طبيب نفساني. لو لم يكن دواؤك المهدئ الذي وصفته لشقيقتي مفيدا لما استدعيتك. إني أحس بأني أمر بنفس أوهام وحدتها. غريب أن تكون حالتك هي نفس حالتها، هي تشكو الفراغ والوحدة، وأنت بملك من جاه ومال وجمال، تستطيعين محاربة الفراغ والوحدة في حياتك بكل سهولة. لو لم أكن أملك كل هذه المزايا التي ذكرتها،
لما خفت من الأيام الآتية التي حتما ستأخذها مني، وعندها تصبح حياتي أجزاء ذكريات قاسية. إذا تخافين الأيام الآتية؟ تزوجت أكثر من مرة، سافرت حول العالم، حققت كل ما تتمناه نفسي، وبعد ذلك ماذا؟ فراغ، غربة، خوف، ندم. أهات على أيام مضت ولن تعود. ولكن قد يجلد الإنسان دائما منفذا إلى السعادة في أي مرحلة كان. إني أقف على عتبة الغربة، غربة المنزوع من فرح الآخرين، غربة المنفي، إلى جزيرة لا حياة فيها. هل ارتاحت الأنسة نادية من نوبة الحزن على عصفورها الصغير؟ يبدو ذلك، لكن عصفورها الذي تركها ترك عندي صورا لمئات العصافير. مئات العصافير؟ عصافير، عصافير تتقاتل، تتنافر، وتلمع نقاط الدم على ريشها الصغير. إنها نفس تخيلات نادية. أين هي؟ عفوا، ألست شقيقة السيدة ليلى؟ نعم. أراك هنا لأول مرة، مع أني أزور هذا المكان يوميا تقريبا. هل تملك هذا المكان؟ أستغفر الله، أستغفر الله، إنه حديقة عامة، ولكنه يسمى لقاء الغرباء. لقاء الغرباء؟ يزوره كل من أحس بوحدته، يبحث عمن يواسيه وسط هذه الطبيعة الجميلة. هل تشكو الوحدة؟ أصبحت أشكو منها، مع أني صديق لكل الناس، أصبحت وحيدا من الحب. بعد أن تركتني امرأة كنت أحبها، وكنا نلتقي في هذا المكان بالذات. سافرت؟ لا، فضلت أن تدفن ما تبقى من حياتها في مأوى العجزة، حتى أنها انقطعت عن كل العالم ورفضت مقابلة أي إنسان حتى أنا. موعد لقاء الغرباء. أنت أيضا تشعرين بالغربة؟ ربما. كل جاه الأرض وكل مسرات الدنيا ليس باستطاعتها تعويض الشعور بالغربة. باستطاعة الحب فقط. ربما. أي حب؟ حب فراشة، حب زهرة، حب إنسان، حب صديق. حتى حبنا للحياة ناتج عن حب ما فيها من محبة. كنت أبحث عن عنوان طبيب شاب أعطاني دواء ساعدني على النسيان وإراحة الأعصاب. طبيب شاب؟ لعله الدكتور سامر. دكتور سامر. أجلت سفرك لأجل مرضي؟ أجل؟ دكتور؟ نعم. ما هو المرض الذي يحتاج شفاؤه لمئة سنة؟ لماذا؟ لأبقى مريضة وتبقى إلى جانبي. لن يطول غيابي، سأعود حاملا ما لن يكفي لدفع ما يتوجب، أولا لإخلاء سبيل والدك، وثانيا ما يكفي لمعيشتنا. وهل ستأخذني إلى بلادك؟ أجل، وسنعيش هناك. ولكن قبل كل هذا هناك مهمة يجب أن أقوم بها. مهمة؟ ما هي؟ سأتصالح مع أمك،
وأطلب منها السماح. رغم كل شيء فهي تحبك، تحبك كما تحبني، ولأنها تحبنا معا تخشى علينا أن تفرقنا السنوات الآتية. بل ستكون لنا كل سعادة الأيام الآتية. متى حددت موعد سفرك؟ في الرابعة، موعد سفر العربة الأولى. هيا نمشي. كل شيء جامد هنا في السجن، كأنني منفصل عن العالم الخارجي. كلنا نعيش بانتظار عودتك إلى حياتنا. عذابي ناتج عن تخيلاتي عن الحياة التي كنت أعيشها معكم. عشاؤنا على ضوء القنديل، عزف ريما، نعاس ولدنا سامي، كلها أشياء أستعيدها فتعذبني. جئت أخبرك أنني ذهبت إلى غسان. غسان؟ خطيب ابنتنا ريما السابق. لماذا؟ لأطلب منها التصالح مع ريما. لماذا؟ لأجلنا جميعا، لم يعد بإمكاننا الانتظار. غسان وحده ينقذنا. الدكتور سامر سيسافر لمدة أسبوع، ومن يدري، أخبار الحرب في كل مكان، قد يعود وقد لا يعود. دكتور سامر. ريما، أحمد الله على أنك ما زلت هنا. لماذا؟ أما سمعت الأخبار عن زحف الجيوش وخطورة الطرق؟ إنها إشاعات، إشاعات مضخمة. أجل سفرك لأجلي. لماذا؟ إني خائفة. لا تخافي، سأسافر قبل السادسة. السادسة ساعة الشؤم بالنسبة إلي، أليس كذلك؟ أرجوك لا تسخر مني. هل صادفت تلك الغجرية؟ لا، قيل لي إنها سافرت. لا لا، لم تسافر، أنا أراقبها مثلما تراقبني. هذا يعني أنك تخاف من كلماتها؟ أبدا، الضعفاء وحدهم تخيفهم الأوهام. حظك يا سيدتي رائع، مستقبلك مليء بالهناء والسعد. وماذا أيضا؟ ماذا أقول لك؟ الأيام تخبئ لك مفاجآت كثيرة. خذي خذي بعد، تكلمي بالتفصيل. بعد يومين أو أسبوعين أو شهرين ستلتقين بفارس كالغزال، كامل الجمال، ظريف المحية، رائع الخصال، وستنالين منه كل الأمال وتعيشين معه براحة بال. تابعي تابعي. ماذا أقول لك بعد؟ هناك هناء وسعد. خذي خذي بعد. ستلبسين الأبيض الهفهاف وتتمايلين كأغصان الصفصاف، وتنظر إليك الناس وتجوبين البلاد، وتفتح أمامك الأمجاد
وماذا أقول لك بعد يا سليلة بيت المجد؟ هل قلت كل شيء؟ كل شيء، كل شيء يا سيدتي المصونة. أبعد الله عنك النيات الملعونة. عليك السلام يا سيدتي الكريمة. سألبسك هذا السلسال قبل رحيلي، إنه أغلى ما أملك. إنه هدية زواج أمي، كانت قد أرسلته إلي قبل مفارقتها الحياة. والدي كان قد حرص على أنهما إذا رزقا بولد سيسميانه سامر، هذه تقاليد عائلتنا. ورزقا بولد وأسميانه سامر، ولم يعد سامر لهما، ولم يعد لسامر، بل أصبح سامر لريما. لماذا ترتجفين؟ الجو يميل إلى البرودة. ربما تراكم الثلوج. سيتراكم حزني في غيابك كما يتراكم الثلج على أجنحة العصافير. ريما، ساعة الرحيل اقتربت. مجيئي إلى هنا ليس فقط لأطلب منك الامتناع عن السفر، ولكن هناك شيء حدث البارحة. ما هو؟ زارنا خطيب السابق غسان. زارنا أمس غسان خطيب ريما السابق. وماذا كانت النتيجة؟ رفضت ريما مقابلته ودخلت إلى غرفتها. كنت أتوقع منها هذا التصرف. لا أريد أن أخرج من السجن لأدخل ابنتي في سجن من نوع آخر. إني أحب دكتور سامر، ولكني أيضا أحب حريتك. قيد الآباء أحيانا هو حرية للأبناء. سيسافر سامر اليوم ويعود قريبا، هل أنت بحاجة إلى شيء قبل انصرافي؟ لكنني أمس شعرت بأقصى مراحل غربتي هنا وبكيت. ولماذا بكيت؟ سمعت أغنية كنا نغنيها أنا وأنت لأطفالنا كي ينام، كان يغنيها أحد السجناء، فجاء صوته عبر جدران السجن الحجرية. لن تطول مدة غربتك. سأنتظر. انتظار والدي في السجن أمر قاس، ولكنني لا أستطيع تصور أي دافع يبعدني عنك. أصبحت مزروعا في دمي. إذن لم تقابل غسان؟ أنا كنت هاربة. إلى أين؟ إليك. ستبقى عيناك معي وتحمياني في دروب الغربة. دكتور سامر، حان موعد السفر. حان وقت الرحيل. لا تقل وداعا، لا تقل أي شيء، كل كلمة تضاف إلى هذا الهدوء تصبح حزينة كأغنية راجعة من منفى. Thank you.
وصلنا بلدة المرج يا سيدي. لم ندخلها بعد. عذرا، لا أستطيع الدخول إليها. لماذا؟ يقال بأن مرض الجدري أصاب بعض سكانها. من أخبرك بهذا القول؟ امرأة غجرية. أنت تعرف أن مهنتي تجعلني أرى كثيرا من الناس. أؤكد لك أنها كاذبة. قد تكون كاذبة، ولكن أنا رب عائلة. وصلنا إلى المدينة ولم يبقى سوى خطوات. ارحم أطفالي. حسنا، شكرا لك. أتمنى لك إقامة سعيدة في المدينة. شكرا. جنى العسل أهو.